في اسعد الاوقات يا رب. معانا حاجه حلوه قوي النهارده هنعملها، معانا 7 بهارات مكوناتها كلها من عند العطار، وسهله جدا وبسيطه جدا، وحاجه بتتحط على اي طبخه عندنا في البيت بس معيار معين. ان شاء الله هتعجبكم جدا. بس قبل كل دوت تعالوا نعمل سبسكرايب ونعمل شير ونفعل الجرس عشان يوصل مننا كل جديد مع جوجو، اكلتي مع جوجو. تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. دلوقتي احنا معانا الحاجات دي كلها لازم يتجاب منها جرامات معينة عشان نعرف نعمل منها الخلطة اللي احنا عايزينها. احنا معانا ورق الغار او اللورة مع صح، الحبة دول كده دول 50 جرام منها. ودي حاجة اسمها روز الورد، هي بيبقى لونها كده اسمها روز الورد. معانا كوبيب صيني او بهار الحل. معانا القرنفل 30 حبين، معانا القرنفل 30، معانا الحبهان 20 زي ما احنا شايفين كده، معانا عيدان قرفة 20. كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها جرامات. معانا هنا حاجة اسمها خولنجان بيبقى لونه كده، بيتجاب مطحون لان طحنه بيبقى صعب شوية الحاجات اللي حصل فيه. معانا جنزبيل برضو باودر، تعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه كده. وزي ما قلت الحاجات دي كلها كده بتبقى جرامات. بصوا كده احنا عملنا ايه، احنا فضينا كل حاجة اهو. عايزة اقول لكم الريحة فظيعة جدا جدا، كل حاجة اصلا ليها ريحة لوحدها، فعاملين كوكتيل فظيع من الريحة يعني ما شاء الله بجد. ريحتها فواحة قوي يعني، كل حاجة ليها ريحة مميزة بصراحة. الحاجة كلها اتحطت زي ما احنا شايفينها. طبعا الورق اللورا دوت احنا شلنا منه العيدان بتاعته خالص اهي، مش سايبين فيه اي حاجه، يا ريت ما نسيبش فيها حاجه خالص. تمام كده، وهنحطها في الكبه دلوقتي في مكوناتها كلها. تمام، تعالوا نفرمها بقى. دلوقتي احنا حطيناها في الكبه، نشغلها. شايفين بنعمل ايه، نحطها في الكبه كده ونضربها. ده شكلها بعد ما اتضربت دلوقتي، بعد ما اتحطت في الكبه اتفرمت كويس جدا. الريحه عايزه اقول لكم ولا اروع يعني، تحفه 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 بجد، الريحه فظيعه يعني ما شاء الله، الريحه فظيعه جدا جدا، هتعجبكم قوي. دلوقتي هننزل بقى المكونات اللي احنا سيبناها، سيبنا الجنزبيل وسيبنا الخولنجان عشان احنا قلنا دول مطحونين، فقلنا هنحطهم في الاخر خالص. تعالوا نحطهم دلوقتي. احنا دلوقتي حطينا الخولنجان وحطينا الجنزبيل، هنقلبهم على بعض كويس جدا. احنا كده دلوقتي مزجناهم كلهم مع بعض بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم هي عامله لون كتير جدا يعني، والريحه بجد فظيعه فظيعه، هتجربوها هتعجبكم قوي. البهار دوت عشان تشيلوه لازم تشيلوه ببرطمان كويس وتحكموه كويس قوي عشان ما يرطبش منكم. وتستخدموا منه معلقه صغيره من بتاعه الشاي على الاكل اللي انتوا هتحطوها، لحمه متعصجه، فراخ، كبسه، سمك، اي حاجه انتوا عايزين تحطوها حطوها، بس معلقه الشاي ديت. طبعا لو عامله كميه كبيره تحطي معلقه الاكل، انما طبعا وجبات الاربع افراد او 5 افراد يعني معلقه شاي صغيره خالص هتتحط عليها، لان الريحه جامده والطعم بيخلي طعم حلو قوي. هتعجبكم قوي ان شاء الله باذن الله. جربوا وصفتي وان شاء الله تعجبكم. سبسكرايب بقى، واحلى شير بقى منكم، واحلى لايكات منكم، مستنيه تعليقاتكم، واستودعكم الله. Thank you.